جبت لك معايا اكل. انا كنت هاكل مع الواد بس بقى نفسي اسدد دلوقتي. ما تخليك نرجعك معانا مصر. ما اعرفش اروح فين في مصر، ولا اعرف في البلد اللي القطر رايح، ولا اعرف اروح هنا ولا اعرف اروح هنا. ليه يا عبدو؟ ليه يا ابني وجعت قلبي؟ ليه حيرتني يا عبدو؟ معقوله يا امي مالكيش حد قريبك كده ولا كده؟ افتكري. لا ليا، بس تعرف الزمان ده بقى محدش بيسال في حد. بص يا امي، انا هقولك على الحقيقه. حقيقه ايه؟ ان الكاتب في الورق اللي سابها هي حد يلاقيكي يسيبك في دار المسنين. ايه؟ يقطعني. يبقى الواد زعل مني، اصلا انا قلت له ان دواء السكر خلص. ما انا قاعده يا ابني من غير دواء بقالي مده. يقطعني، يا ريتني ما قلت لك يا عبده، يا ريتني ما قلت لك يا حبيبي. انا السبب، زعل مني ده، هو ملوش حد، مفيش في الدنيا حد يعرفه غيري. انا اللي بغسل له هدومه. يا امي ابنك يا حبيبي، انت زعلان علشان